السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. يعني بعد تأهل يعني المغرب إلى الدور 16 في كأس العالم تحت 17 عام، وين المغرب تحصد الثناء وتحصد يعني الألقاب تاع الشخصية في المباراة كأس العالم تحت 17 سنة. شيخون يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المغربي أمام أندونيسيا، يعني وين يعني بعد نقولوا باللي التتويج يعني والذهاب للثمن النهائي شيخون يعني وين يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. هذه وين نقولوا باللي نعاودوا نولوا فانيك نتكلموا يعني كأس العالم، يعني هاد اللاعبين يعني وين كانوا قد المسؤولية وعرفوا كيفاش يعني يفوزوا ويتأهلوا. يعني ما كانش مؤامرة ولا كيما نقولوا احنا، ما كان والو، ناس خدمت ناس لعبت ما شاء الله. هذه هي خويا وين نقولوا باللي اللاعب هذا وين قدم، رغم انه وين شاهدنا مباراه نقولوا باللي شاهدنا حيموني محمد حيموني يعني قدم اداء، لكن وين توج ايوب شيخوني لاعب المنتخب المغربي اقل من 17 سنه بجائزه افضل لاعب في المباراه التي حسمها اشبال الشيبة بثلاث أهداف لواحد أمام أندونيسيا، يعني لحساب الجولة الثالثة من الدور المجموعات كأس العالم. يعني واحتلوا صدارة الترتيب يعني بكل قوة، يعني احتلوا صدارة الترتيب ونال اللعاب أندرليخت فرانكفورت الألماني تحت 19 سنة جائزة المذكورة بعد مساهمته بشكل كبير في فوز النخبة الوطنية على منتخب البلد المستضيف للمونديال، إذ صنع الهدف الثاني الذي كان من توقيع العميد عبد الحميد أيت بودلال في الدقيقة 39. ويذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى الثمن النهائي مونديال كمتصدر المجموعة بست نقاط، متبوع بالإكوادور في الوصافة بخمس نقاط. يعني نقولوا بلي كانت المنتخب المغربي يعني بعد ما حسم التأهل للدور، يعني وين ينتظر ما على باليشكم. ماذا بكم ديروا لنا شوف، ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير، بارطاجوا لنا لي فيديو، وماذا بكم اعطونا مع من طحنا، مع على باليش مع من طحنا، والله ما على بالي. ماذا بكم قولوا لنا مع من طحنا، هذه هي ماذا بكم قولوا لي. والله ماني قاعد مع يا اخوتي، ولا غدو ان شاء الله تبان، مانيش عارف غدو ان شاء الله تبان، والله ماني عارف الا غدو ان شاء الله تبان، ما زال ما بانش. شوبير راك تهدر قبل المباراة تاع الجزائر الصومال، يا درا شعر يا ودي غادي نفوزو، خلاص نفوزو بنتيجة، رغم أن الموزمبيق فاز، يعني فاز على بورتسوانا، ما كان والو بورتسوانا، بورتسوانا ما واش نقولو حنايا، حاجة كبيرة خويا، حاجة كبيرة. ايش نقولو حنايا، صعيبة ولا ياكل ان شاء الله بربي كيما يقول لك. ايوا هذه هي يا
اي نورمال شو كانت ماشي كانت صعيبه من خسروا هما خسروا دوزيام ماتش صعبت الامور خاصه وين تعادل وين خرجت نقولوا حنايا وين باناما وين دارت ماتش نيل مع اندونيسيا وين المجموعه صعبت يعني ما نحقروش على بالك المجموعه كاين بزاف كنا حاقري كنا نقولوا مجموعه صعبه مجموعه سهله مجموعه لكن نقولوها ونعاودو يعني وين مجموعه وخلفت كل التكهنات يعني مجموعه كانت صعبه يعني وين شاهدنا يعني الدخول يعني وين الشوط نقول يعني وين نقولوا باللي الثلاث مباريات اللي تلعبت كانت قويه جدا يعني نقولوا باللي حتى بنما يعني ما استسلمش بنما خسر يعني في ماتش ودار دو ماتش يعني دار دو ماتش نيل يعني وين نقولوا فانيك الاكوادور يعني دو ماتش نيل وفوز ونقولوا الفريق الوحيد في هذه المجموعه المنتخب الوحيد اللي حقق فوزين هو المنتخب المغربي يعني قوه كبيره وين كانت قوه كبيره هذه هي يعني ما غلطوش روحنا كانت قوه كبيره الله يعطيهم الصحة ما كانش سهلة ولا ربحوا اللهم سبيق ما كنتش باغي تربح ربحت يا رب العالمين الله العظيم لما كنت قارع على بلي يربحوا ما كنتش نقارع بلي يربحوا والله ما كنا نقارعوا من على بالك شويه ماشي سهله والله ما سهله والله ما سهله كاع ما سهلة ما تكونش تقارع لها على بالك راك تشوف كيفاش والله موزمبيق ماشي صعيبة ماشي صعيبة علينا راك تشوف الناس راهم يرسلوا لي لهنا لي ميساج يعني يلاه لا ايوا سهلة صعبة ما على باليش مع من غادي نلعبو دوزيام تور ما على بالناش مع من نلعبو المنتخب المغربي ما على باليش مع من يلعب دوزيام تور مع الغد ما شاء الله ولا اليوم ولا ما فهمتش انايا والله ما فهمنا شكون يلعبو شكون يلعبو شوف لعبو يا لا نديرو ماتشين المال يربح ربح كندا اسبانيا اوزباكستان نعمل والله ما نعمل ما نعرفش كيفاش والله ما على بالنا كيف دايرة نلعبو مع نعمل نلعبو حنايا غدوة ان شاء الله الجروب غدوة ان شاء الله هذاك ما شاء الله الجروب غادي نطيحو فيه لا تاع انجليز شو حنا انجليز خلاص او برومي ولا هنا نلعبو مع الدوزيام شكون مانيش عارف مع من نطيحو والله ماني قادر بالكلاسمون شاني قالبه كلاسمون شاني قالبه انا والله ماني قالبين كلاسمون مليح مشانا قالبينه الناس قالبين كلاسمون كلاسمون مانيش قالبها مليح هاذي لعابة هاذي لعابة عندها لعابة
المستوى نقول لك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.